أول شغلي كيسي، كيسي ثابت التوازن قيمته تتعلق فقط بدرجة الحرارة، فقيمته ثابتة من أجل درجة حرارة ثابتة وتتغير بتغير درجة الحرارة. وصل طلاب؟ ما هي العوامل أو بما يتعلق ثابت التوازن بدرجة الحرارة فقط؟ بما يتعلق ثابت السرعة بطبيعة المواد المتفاعلة ودرجة الحرارة معا. المادة الصلبة ما لها علاقة، ما بتدخل في علاقة ثابت التوازن. والمادة المحلة كالماء بالطرف الأول كمان ما له علاقة بثابت التوازن. إذا كيسي كبير التفاعل يسير إلى مدى كبير في اتجاه مباشر، إذا كيسي صغير التفاعل لا يسير إلى مدى كبير في اتجاه مباشر ويعتبر معدوم عمليا. قانون ثابت التوازن بدلالة الضغوط، خلاص ضغوط الناتج مرفوعة للقوى على ضغوط المتفاعل مرفوعة للقوى. طبعا جداء ما في زائد هون، جداء ضغوط الناتج طيب ثابت التوازن بدلالة التراكيز هي التراكيز الناتجي مرفوع القوى على تراكيز المتفاعل. طيب هون بدلالة الضغوط أقول ضغوط الناتج مرفوع للقوى على ضغوط المتفاعل مرفوع للقوى. أنا ما بحل مسائل أحسب كي بي من هون، كي بي يحفظ من العلاقة، هاي العلاقة خليك على يسار الشاشة طلاب، هاي العلاقة كي بي تساوي كي سي بآر بتي أس دلتا إن. إيه طلاب الآر بيعطيك إياها ثابت الغازات العام 0.082 بيعطيك إياها، وتي درجة الحرارة بالكلفن كمان بيعطيك إياها، دلتا إن هو تغير عدد المولات، بتطلع على الناتجي وبتطلع على المتفاعل وبتنقص مولات. وإذا كان عدد مولات الطرف الأول نفس عدد مولات الطرف الثاني معناته دلتا إن صفر، وبالتالي كي بي يساوي كي سي في آر بتي الصفر، وآر تي الصفر هو واحد، وبالتالي كي بي يساوي كي سي. ليش؟ لأنه عدد المولات في الطرفين متساوي. نرجع يمين الشاشة طلاب، هذا سؤال كمان كثير هام وعم يتكرر كل دورة. اكتب قانون كي سي وكي بي، ثابت التوازن بدلالة التراكيز وثابت التوازن بدلالة الضغوط، بيعطيك معادلة بيقول لك اكتبن. أنا حاطط عدة معادلات. لا تنسى إذا في عندك مادة صلبة ما لها علاقة، مثال هذا المثال، هلق هاي المادة نساها صلبي وهاي المادة الحديد نساها صلب، فكي سي هو الناتجي اتش 2 او اس 4 على اتش 2 اس 4، كي بي ضغط اتش 2 او اس 4 على ضغط اتش 2 اس 4. خذ مثال اخير، سي ا سي او 3 صلب نساه، سوي حالك ماك شايفه، وسي ا او اكسيد الكالسيوم كمان صلب. طيب كي سي هو الناتج تركيز سي او 2 على ايش؟ على ماش. الكي بي هو ضغط سي او 2 على ايش؟ على ماش، لانه هذا كله صلب لا يدخل، سوي حالك ماك شايفه. تمام يا طلاب؟ استاذ هلا قلت انه الماده المحلي ما بتدخل بثابت التوازن، بس اذا تمام. اجت الماده المحلي بالمواد الناتجه بنحسبها ولا لا؟ اي والله مين معي؟ ريهام. يا ريهام طيب بالمواد الناتجه ما اصبحت محلي، انا كيف بدي احل ماده وهي طلعت ناتجي؟ انا على سبيل المثال عندي اتش سي ان حمض السيان هيدروجين، بدي اينه او حله في الماء زائد اتش 2 او، طبعا هذا تفاعل عكوس، فهون الماء لا يدخل. طيب الماء بيكون ناتج طيب من ناتج معناته ما له محل، هذا طلع من النواتج، وعلى الاغلب الناتج بيكون بخار ماء يعني غاز له تركيز. تمام العوامل المؤثرة في حالة التوازن عندنا قاعدة لوشاتوليه. إذا حدث تغير في أحد العوامل المؤثرة في حالة التوازن ك
كدرجة الحرارة أو الضغط أو التركيز. طيب ما هي العوامل المؤثرة في حالة التوازن؟ إذا درجة الحرارة والضغط والتركيز. إذا درجة الحرارة والضغط والتركيز. إذا ينزح التوازن في الاتجاه الذي يعاكس فيه هذا التغيير. طبعا هون في عندنا كثير شرح. بالنسبة للتركيز إذا بدي أزود، طبعا هلا أنا ما في عندي مواد ناتجة ومواد متفاعلة، هلا في حالة التوازن المواد الأربعة كلها موجودة. فأنا إذا زودت تركيز أي مادي ينزاح باتجاه الذي يقلل الزيادة. وإذا نقصت أو سحبت تركيز أي مادة يتجه باتجاهها باتجاه الذي يعوض النقص. أنا هيك بفهمه. لو أخذنا هذا المثال، هذا المثال، طيب لو زودنا تركيز الـ H2 ينزاح باتجاه المباشر مشان يروح كل شيء زيادة عندي. طيب لو زودت تركيز H2 ينزح باتجاه المباشر مشان نعم تقليل كل شيء زيادة صارت. طيب لو زودت كمية الـ H2O هاي ينزح باتجاه العكسي كمان مشان يروح كل شيء زيادة عندي. الآن عند إنقاص أي مادي، مثلا نقصت الـ H2، إذا نقصت الـ H2 صار عندي هون فجوي يتجه باتجاهها مشان يعبي النقص، يعوض النقص، يتجه إذا باتجاه العكسي. طيب أنا إذا نقصت CO الطرف الثاني نقصته سحبته، إذا يتجه باتجاه المباشر مشان يعوض كل شيء نقص صار عندي. في عندنا سؤال هذا كثير عم يجي، بين أثر التغيرات التالي، خلينا على يمين الشاشة. التفاعل CO زائد NO2 يعطي CO2 زائد NO. بين أثر زيادة NO2 زيادة نعم CO2 نقصان NO2 ونقصان CO2. طيب على مين؟ على حالة التوازن وقيمة الثابت. طلاب قيمة الثابت ما لها علاقة إلا بالسرعة، إلا بدرجة الحرارة. إذا تغير لي درجة الحرارة بتتغير كيسي. شوفوا هون طلاب، ثابت ما له علاقة أبدا لأنه ما غيرت درجة الحرارة إطلاقا. طيب أنا إذا زودت NO2، زودنا NO2 يتجه باتجاه مباشر. طيب إذا نقصت NO2 بتتجه باتجاه العكسي مشان يعبي النقص. طيب أنا إذا زودت CO2 زودته يتجه باتجاه العكسي مشان يروح الزيادة. طيب أنا إذا نقصت CO2 يتجه باتجاه المباشر مشان يعبي النقص. نرجع يسار الشاشة طلاب. الضغط. قال إذا زودنا الضغط ينزح نحو عدد مولات أقل، فطلع أنا على اليمين وعلى اليسار بالتفاعل، وين عدد مولات أقل يتجه باتجاهه؟ إذا نقصنا الضغط ينزح باتجاه عدد مولات أكبر. طيب يا أستاذ إذا كان عدد المولات في الطرفين متساوي، نعم بقول الضغط لا يؤثر على حالة التوازن، يعني ما بيزيحه لا نحو اليمين ولا نحو اليسار، لا بالمباشر ولا باتجاه العكسي. مثال N2 زائد 3 H2 يعطي 2 NH3. طلاب هون إذا زودنا الضغط ينزاح باتجاه المباشر، عدد مولات أقل. مباشر شوف الطرف الثاني هون مولين. اما بالطرف الاول ليكو اربع نقاط، اربع مولات. ب اذا نقصنا الضغط ينزح باتجاه العكسي اي نحو عدد مولات اكبر. درجة الحرارة عند رفع درجة الحرارة فانه ينزح نحو الماص. عند خفض درجة الحرارة ينزح باتجاه الناشر. طيب يا استاذ شو بدي اعرف انا هذا ماص او ناشر؟ من دلتا اتش. طلاب اذا سالبي ينشر، معناته المباشر ايش بده يكون؟ ناشر، العكسي ماص. طيب واذا دلتا اتش موجبي؟ موجب يعني ماص. المباشر ماص، العكسي ايش بيكون؟ ناشر. عرفتوا كيف بعرفوا ناشر او ماص طلاب؟ اذا دلتا اتش سالبي ب
بدي يكون ناشر المباشر، سالب ناشر، ناقص ينشر، العكس ماص، والعكس صحيح. وقفتهم طلاب هلق بدي اياكم نقول خلاص مش الحال حتى اكمل. استاذ اسم التركيز اشو يا آية؟ التركيز انه هون وقت بنحول سي او 2 انه عند بالعكس جا اشرحها المثال هذا مو مثال على يمين الشاشه مو ايه تبي على سي او 2 عندما بدي ازود سي او 2 انا صارت كميه سي او 2 كبيره فيتجه باتجاه العكسي مشان يقلل كل شيء زياده عندي. طيب انا اذا نقصت سي او 2 صارت هون عندي فجوه جوره يعني يتجه باتجاه المباشر لتعويض النقص. تمام؟ ايه تمام. خلينا على يسار الشاشة عندي هذا المثال. أنا حاطكم دلتا اتش أصغر من الصفر فمباشرة تكتبوا فوق ناشر. سالب يعني ناشر. العكسي ماص. طيب عند رفع درجة حرارة بتقولوا يتجه باتجاه العكسي أي باتجاه الماص. عند خفض درجة الحرارة بتقولوا يتجه باتجاه المباشر أي باتجاه الناشر. طلاب في التفاعلات الماصة تزداد قيمة KC وفي التفاعلات الناشرة تنقص قيمة KC، إذا KC ثابت التوازن له علاقة بدرجة الحرارة.